مخلوقا بين غيره، ما نعرف. فقال: هل تعرب لي يا تلاميذ الخلط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بملق هل رأيت الذئب قط؟ فاندفع إلي أحدهم، وهو شاعر أيضا جيد ولغوي وعالم اسمه ممو، فقال له على البديهة: وحذف هاي الجزم والنصب فقط، كان لك أن تقول هل تعربون. فقال ابن مالك يقول: وحذف هاي الجزم والنصب سما. فهو على القافية قال له: وحذف هاي الجزم والنصب فقط. ونشأت بينهم مشاعرة طويلة جدا، وممو رحمه الله تاب منها بعد ذلك، ويقر لممو للذئب بالتقدم وبالسقط. وممو كان شابا صغيرا في ذلك الوقت، والذئب كان قد تفوق جدا وشاع امره بالناس كلهم، وله مقطوعه رائعه شاعت في منطقه الغرب الموريتاني يقول فيها، وهي حصرا كانه جاء الى اناس ولم يكرموه، قال للشخص الذي جاءه ولم يكرمه: أدام نعمتك المولى وخلدها، أدام نعمتك المولى وخلدها، غاضتك ولجة ضيف ما تعمدها، وافى فسلم لم يعبأ بكلمته، وقال كلمة تسليم فرددها، وافاك من بعد ما قد كان محتسبا، يرمي به فدفد المومات، فدفد المومات الصحراء، وضغت ذرعا به حتى هممت به، إن المقادير لا تثني يد يدها، وبات في ليلة ليلاء منكفئا لله ما كان أنداها وأبردها، إن البشاشة للأضياف مذ زمن ماتت برحمته المولى تغمدها. هذا لمن يا شيخ؟ للذئب. للذئب رائع. جميلة. يعني اللي كانت بينه وبين مامو الجكن يا شيخ؟ اللي كانت بينه مشاعرات أخرى لا أحبها أكبرها. أحبها فيك. مع أني أحفظ بعدها. كذلك جاء مرة لي بيت رجل غائب، وعادته من المرأة إذا جاء الضيوف تقوم تباشر إكرامهم بنفسها وتستدعي الجارية أو العبد وتقوم على إكرامهم، فكان المرأة لم تهتم به كثيرا، فقال: أين زوجك؟ قالت: غائب. قال: ما اسمه؟ قال: اسمه محمد محمود. فكتب له مقطوعة صغيرة، قال: بلغ محمد محمود تحيتنا، وقد يحيي الفتى من ليس يعرفه، أن امرأ في ذرى العلياء منزله، وصالح المجد بين الناس يقطفه، ما إن يليق به إلا مخدرة في حظه العرض، مهما غاب تخلفه، فالرأي عندي أن يهدي لزوجته هدية من طلاق فهي مصرفه. الذئب. فعندما جاء هنا ورث، قال: جاء هنا رجل وصفه وكان رث، قال جاء رجل قال المقطوع، قال: أتطالب.